انتهاء مباراة الأهلي والمصري بهزيمة النادي الأهلي نتيجة 3-2. معايا في هذه اللحظات كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي. كابتن سعد هارد لك، مباراة كبيرة أداها النادي الأهلي وأيضا فرقة مصر المقاصة، لكن أسباب الخسارة من وجهة نظرك شايفها إيه وتقييمك لأداء النادي الأهلي؟ يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، والحمد لله على كل حال. المباراة انتهت بحلوها ومرها بكل أحداثها، يعني مش هنقلبها دراما، يعني هي دي كرة القدم. مفيش فرقة هتكسب على طول، لا فرقة هتبقى مسيطرة على طول، بالتأكيد هيجي لك مباراة بالشكل ده. الحمد لله على كل حال، علينا ان احنا نقفل الصفحة ونركز بقى في مباراة طنطا، يعني وده اللي هنقوله للعيبة دلوقتي. يعني الغيابات الكتير في صفوف النادي الاهلي خلال الفترة السابقة وبالتحديد كمان قبل مباراة النهاردة، شايف ان هي اثرت بشكل او باخر على اداء النادي الاهلي؟ يعني يبقى عندنا غيابين في مركزين مؤثرين جدا، اللي هو السيرد باك والديفندر، غياب سعد سمير وغياب رامي ربيعة، غياب حسام عاشور في المكان دوت. لكن يعني طبعا لعيبة مؤثرة واماكنها حساسة، لكن في النهاية مش عايز ادي مبررات كتير، يعني اللي حصل حصل، انتهى الامر. حتى لو كنت كنا كسبنا كنا هنستعد للي جاي. يعني لا، ما اعرفش بالكلام ده، يعني دي في النهايه كوره، يعني كسبنا هنا في قبل نهائي كاس مصر، ولعبنا مع ام بي في دور الثمانيه وكسبنا طلائع الجيش. لا دي كوره يعني. بغض النظر عن مباراه النهارده، مباراه السوبر، كابتن سيد هل في طلب من النادي الاهلي بتاجيل المباراه سواء تقدمها او تاخرها؟ بص يعني احنا اتكلمنا في الموضوع دوت، لكن المباراه يوم 12 هنلعب، المباراه يوم 13 هنلعب. يعني ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه. اكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي هذه الهزيمه، وهزيمه بقى لها فتره النادي الاهلي ما بيخسرش. الموسم اللي فات النادي الاهلي فاز بالبطوله بدون ولا هزيمه، لكن ده كره القدم وده وارد انه يحدث. اكيد هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق في المباراه القادمه بالنسبه للفريق.